عرفت المنسوجات الدمشقية بعراقتها التي عكست بصمة حرفيها، ومنها الحرير الطبيعي الذي توهج بريقه في الحضارة الدمشقية قديماً. ويعتبر الحرير من أفخم أنواع الأقمشة بسبب أليافه الطبيعية التي تعطي دفئاً يضاهي المنسوجات الأخرى. هو لباسنا، قماشنا، يعني صاروا نساجين من قبل يصنعوها ويلبسوها، وهيك اختصت بقى بهالعائلة، يعني صارت ضمن عائلتنا. يعني الأقمشة الدمشقية هي عبارة عن البروكار والصايات والدامسكو. هي الصايات هي لباس أجدادنا ولباس أهل الشام كلها، بلاد الشام كلها، كانوا يعملوا منها القنباز اللي هو مثل جلابية بس مفتوح من النص، وهي تصنع من خيوط الحرير والقطن، ونول عربي، نول قديم عرضه 80 سنتي بس بيجي القماش، وكان كل منطقة لها لون معين ولها نقشة معينة هن اللي يتداولوها. والبروكار كان يصنعوا منه توب الزفاف تبع العرايس، حتى في بسنة 47 هدوا تجار دمشق للملكة إليزابيث فستان العرس تبعها بسنة 47. والبروكار يستعمل بدلات زفاف، لكل عروس كانوا أهل الشام يطلعوا لها بدلة من البروكار. اختص السوريون بصناعة النسيج في أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد، وسمي الحرير الطبيعي بملك الألياف، ودخلت صناعة الحرير من دمشق إلى أوروبا. أي ضيف يجي دمشق لازم يشوف نسيجة، لأن دمشق مشهورة بالنسيج، ولا حد يعني ولا أي حدا قدر يقلد هلا البروكار والصايات وهذا، حتى لو تقلد ما عم يجيب متعته يعني اللي هو موجودة فيه. بس أنا كتير يجيني عالم إنه حدا معمره قصود بيجي بده يقتنيها، هاي بده يحطها عنده يعملها لحف، بده يعملها برادي، بده يعملها مخدات، يعني قطعة بحط قطعة فنية واقف عم يتفرج عليها عم يتمتع فيها منظرها. أجانب حصراً الغربيين من يعني أوروبا أمريكا، الطبقة العالية جداً. يعني إحنا من قبل الأزمة عملنا قاعة للملكة إليزابيث، عاملين لها قاعة دمشقية، يعني عملنا اللحف من الصايات، عملنا الفرشة القديمة اللي بنعملها، عملنا مسبل التخت البرادي، عملناها طرزنا لها يوم بالأغباني. كل هاي لوين راحت يعني أرقى عالم هي عم تقتنيها، لأن هذا القماش صح، ما في بوليستر، ما في كهرباء، ما في نايلون، عرفتي، قماش قطن مع حرير، هذا القماش الصح. مشغول يدوي. من فترة قبل الأزمة زوجة سفير اليابان اجت أخذت عملت تابلويات للجدران منه، يعني بروزتهم أخذت أمتار وعملت تابلو يعني تتفرج بس على القماش، لأن هو القماش كتير حلو وقت فرديه. وصل إنتاج الحرير الدمشقي إلى أكثر من 50 صنفاً، ويعتبر الدمسكو والبروكار من أشهر الخيوط الحريرية التي تركت بصمتها السورية عالمياً، لتنسج هذه الخيوط حكاية قصة عراقة من قصص التراث الدمشقي السوري.